في الجيتار عامة أو في الميوزك عامة، في سلالم موسيقية لازم أكون أنا عارفها تكون أساسية معايا. يعني في سلم اسمه سي ميجر سكيل، أو الميجر اللي هو العجم، يعني اللي هو بنقول عليه العجم، سلم العجم الدو أو سلم السي ميجر، تمام؟ ببساطة هو السلم ده 8 درجات أو 8 letters، يعني 8 حروف. we start من سي finish سي، يعني هو ابتدي سي يبقى هيكون سي، لو احنا قلنا سلم الدو، تمام؟ سلم الدو الليترز حاليا ما بقتش دو ري مي، بقت سي دي اي اف. دي الاكثر استخداما عامه. لو انا قلت سلم الدو هيكون سي دي اي اف جي اي بي سي، هو كده 8 نوتس او 8 درجات، تمام؟ ابتديت بالسي وانتهيت بالسي، لا ابتديت بالدو وانتهيت بالدو. المناهج الحديثه عامه او المناهج الكبيره الجديده بتستخدم السي دي اي اف، ده سلم الدو ميجر او سلم السي ميجر او عجم الدو يعني، تمام؟ هو في ابعاده بالظبط سلم الاي ماينر، يعني السي ميجر هو الاي ماينر بالظبط، تمام؟ بس الاي ماينر هيبتدي ايه؟ هيكون اي بي سي دي اف جي اي، لو بطيء تاني اي بي سي دي اي اف جي اي، لو السي هيكون سي دي اي اف جي اي بي سي. بس ده درس سريع، فاست ليسون كده او فاست سيشن، في انتظاركم في حجز الكورسز حجز الكورسات في السنتر. بس دي معلومات سريعة يعني عامة، واستنوا كده في سيشن. سلام.